بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا، معكم سادة وكرزون، واليوم رقم 163. اليوم بنكمل استعراض المابات، واليوم عندنا ماب صغير شوي لكنه ماب ضروري ومهم جدا. هذا الماب نقدر نقول عنه استكمال لهذا الماب، لانه محافظ على نفس الستايل ونفس الشكل. وزي ما قلت لكم، هذا مجرد استعراض المابات، فما راح يكون فيها اعداء منعا للحرق. فنقول بسم الله، يلا نبدأ. وهذا هو الماب الجديد، تقريبا زي ما قلت محافظ على ستايل الماب السابق. هنا صناديق، بما انكم تحبون التلويت. ايه، منبهكم لوتو، ترى ما راح ارحمكم من ناحية الرصاص، لكن هذا هو برصاص. يلا ننزل. المكان مخيف شوي. لا. زي ما قلت، مجرد استعراض المابات، فما راح يكون فيه اداء. فاذا لما تلعب الماب هذا ما راح يكون بهذا الهدوء، الله يعينك يعني. وفي شيء ضروري لازم اوريكم اياه. شوف هذا الشيء اللطيف، هذا شكل طلقات المسدس الجديد. بسوي ان شاء الله بكل مقطع راح يكون فيه غرض جديد باللعبة راح اضيفه، زي المقطع السابق كان الغرض الجديد هو الجمجمة، هالمرة طلقات المسدس. فان شاء الله بكل مقطع بيكون عندنا غرض جديد، فان شاء الله المقطع الجاي بيكون الشاتجن. ممكن انت تلاحظ انه ليش الماب صغير هذا ومع ذلك اخذ مني جهد كبير. لا يغركم حجم الماب، فهذا الماب عشان اسويه تقريبا عدلت حوالي 15 ملف او يمكن اكثر من 15 ملف حتى. طيب ليش 15 ملف؟ لانه انا قاعد اسوي برمجة عكسية، انا قاعد اجبر اللعبة انها تسوي اشياء هي ما تسويها. مثلا زي الماء هذا، الماء ما كان موجود لكني جبته بالغصب واضطريت انقل معه اشياء كثير. صوت الماء ما كان فيه صوت للماء لكني حطيته بالغصب. حركة الكاميرا مثلا، هنا لو تلاحظون الكاميرا نازلة، لما كنا فوق كانت الكاميرا عدال، لكن الحين كاميرا نازلة. فزي ما قلت لكم، التعديلات هذه اسويها وممكن ما حد يلاحظها، لكن انا احرص عليها، لانه لو ما سويت هنا انتم بتلاحظون في اشياء غلط، بتلاحظون في شيء غلط باللعبة. لكن انا حريص انه لما تلعب المود حقي ما راح تحس بشيء غريب، تحس كانك تلعب اللعبة الاصلية، ما راح تحس انه فيه مودر هو اللي مسوي هذا الشيء. فهذه كانت نهاية المقطع لهذا اليوم، واتمنى انكم استمتعتوا واعجبكم الماب باذن الله. وما زال لدينا مابات باذن الله اكثر واكثر، ما زال لدينا الكثير بعد من المابات. فشكرا لكم على حسن المشاهده، وفي مقطع ان شاء الله بنزله راح يكون اجوبه على اسئلتكم. فاللي عنده اسئله يسهل، لانه في اسئله متكرره، في اسئله ضروريه ومهمه وحلوه، بيكون شيء حلو لو اجاوب عليها بمقطع فيديو. في امان الله.